السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله في الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان المبارك. ما زلنا في رحاب كتاب الله تبارك وتعالى وفي رحاب آية من كتاب الله جل وعلا. ووعدناكم أن يكون حديثنا في هذه الليلة عن امرأة العزيز مع النساء اللاتي اتهمنها بإرادتها تمشي معي الله المستعان. النساء اللاتي اتهمنها بيوسف وقلنا الحق، ولكن تعالوا ننظر ونتدبر كلام الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى في الآية 30 من سورة يوسف عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الوقفة عندنا في قول الله تبارك وتعالى: فلما سمعت بمكرهن، ولم يقل فلما سمعت كلامهن أو لما سمعت قولهن، وإنما سماه الله مكرا، مع أن الإنسان لو نظر في ظاهر الكلام من أول وهلة لوجده كلاما عاديا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا الذي وقع، راودت فتاها عن نفسه وكان قد شغفها حبا، ولا شك أنها كانت في ضلال مبين. لكن الله جل وعلا قال: فلما سمعت بمكرهن سماه مكرا. والمكر هو أن يقول الإنسان شيئا على سبيل الخديعة أو على سبيل الطعن في صاحبه بصورة غير مباشرة، وهذا الذي وقع من هؤلاء النسوة، أنهن أردن المكر بهذا الكلام ولم يكن كلاما عاديا. بعض أهل العلم تنبه لاختيار كلمة بمكرهن ولم يقل كلامهن أو قولهن، وإنما سماه مكرهن. هذا المكر ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره القيم، اسمه التفسير القيم لابن القيم لأنه ينتقي آيات ويتكلم عليه، ليس له كتاب في التفسير، لكن الشاهد ينتقي آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ويتكلم عليه، وكانت من ضمنها هذه الآية، وأنه سماه مكرا فلما سمعت بمكرهن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر في هذا الكلام من أوجه كثيرة جدا بلغ بها 11 وجها. تصوروا، بلغ بها 11 وجها من المكر. نحن نسرد هذه الصور التي ذكرها ابن القيم، بعضها يعني غير دقيق جدا يعني بحيث أنه يميز، لكن خلونا نشوف ما هو المكر. 1، احسبوا معي إذا شئتم. 1، قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. ولنفرض
على المشهور أيضا في كلام بني إسرائيل أن اسمها زليخة، فلم يذكر اسمها وإنما قالوا امرأة العزيز. وهنا في قولهم امرأة العزيز فيه مكر من حيث أنها امرأة متزوجة، يعني عندك الحلال لماذا تبحثين عن الحرام؟ هذا مكر. المكر الثاني أنهن قلنا امرأة العزيز. العزيز من؟ العزيز في تلك الفترة هو نائب الحاكم، ويذكرون أن الحاكم في ذلك الوقت كان فرعون من الفراعنة، لأن فرعون لقب لكل من يحكم مصر، وهذا العزيز هو النائب يعني المباشر له، فمثل رئيس مجلس الوزراء أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا اللي هو يسمونه العزيز. فقالت امرأة العزيز أو قلنا امرأة العزيز يعني زوجك العزيز، يعني أهنت زوجك، لطخت سمعته، أنت زوجك العزيز. هذا الثاني. الثالث قالوا تراود، هي التي راودت، لم يراودها وضعفت، لا هي التي بدأت، هي التي راودت يوسف عليه الصلاة والسلام، تراوده. ثانيا جاء فعل المضارع ولم يقلن راودت يوسف عن نفسه، راودت فعل ماضي وانتهى وتابت واستغفرت. تراود يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار. تراود أي ما زالت تراود. هذا الرابع. تراود من؟ تراود فتاها، يعني كنت امرأة العزيز راودي وزيرا، راودي الملك، يعني انظري إلى طبقتك، وين نزلتي؟ إلى فتى عبد مملوك. هذا الخامس. المكر السادس مو أي فتى، فتاها هي، يعني عبد مملوك لها، لأنهم اشتروا يوسف عليه الصلاة والسلام هي وزوجها، فهو عبد مملوك لها، فتاها هي. هذا المكر السادس. السابع قالوا عن نفسه، يعني هو لا يريدها، هو زاهد بها، وإنما هي التي راودته عن نفسه. الثامن قد شغفها حبا، شغفها أي بلغ حبها له شغاف القلب أي سويداء القلب، يعني كان يقولون يعني قالت ما تشوف دربها، يعني أحبته حبا أعمى بصيرتها، وهذا أيضا نوع من الطعن، قد شغفها حبا. تاسع قالوا إنا لنراها في ضلال مبين، ينزهن أنفسهن، يعني حنا ما نسويها، يعني كأنه يقول نحن أرفع منها، نحن أعقل منها، أما امرأة العزيز نزلت، نحن لا، إنا هل إن هذه العظمة، إنا لنراها في ضلال مبين. العاشر وهو زبدة الكلام كله، وهو أنهن بهذا الكلام يريدنا أن يوصلنا رسالة إلى امرأة العزيز، خلينا نشوف يوسف، نبي نشوف هذا الذي فتنك، هذا الذي بلغ حبه شغاف قلبك، هذا الذي حبه جعلك لا تبصرين طريقك، نريد أن نرى. وهذه رسالة مبطنة. ثم الأمر الحادي عشر وهو أنهن قلن هذا في غيبتها وليس أمامها، وإنما تكلمنا في ظهرها بهذا الكلام. كل هذا مكر من نساء المدينة، وقال نسوة في المدينة، والظاهر أن هؤلاء من علية القوم مثلها، يعني زوجات وزراء، زوجات وجهاء، المهم أنهن من الطبقة العالية في
هذه المدينة في مصر. فإذا هذا هو مكر هؤلاء النسوة، ولذلك الله تبارك وتعالى قال: فلما سمعت بمكرهن سماه مكرا، وهو كذلك في النهاية هو مكر لامرأة العزيز. ولكن العجيب أن امرأة العزيز ليست هينة، كما يقال ليست سهلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان مكرهن قولا وكان مكر امرأة العزيز فعلا. هن مكرن بالكلام، هي مكرت بالفعل. كيف؟ الآية التي بعدها: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن. ماذا فعلت امرأة العزيز؟ مكرت أيضا، كما مكرنا هي مكرت بهن. كيف مكرت بهن؟ أولا أرسلت إليهن، ظاهر الأمر أنها دعوة، يعني كما يقال بريئة، دعوة لطعام لشراب لأي شيء، الجلوس دعوة بريئة، أرسلت إليهن تفضلنا عندي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أدخلت يوسف أساسا في حجرة بحيث لا يستطيع أن يخرج من هذه الحجرة إلا عن طريق النسوة. الحجرة هذه لا يستطيع أن يخرج منها إلا عن طريق الحجرة التي أجلست فيها النساء. هذا مكروه الثاني. مكروه الثالث أنها أحضرت له، أعتدت لهن متكأ حتى يجلسن جلسة مريحة جدا، أعتدت لهن متكأ، ثم أحضرت طعاما يحتاج إلى القطع بالسكين، إما أن يكون لحما وإما أن يكون يعني من الحلويات أو غيره، المهم يحتاج إلى السكين. ثم ماذا؟ آتت كل واحدة منهن سكينة، سلمت كل واحدة عند أمامها سكين لكل واحدة. الأمر السادس، قال تخرج عليهن، استخدمت أسلوب المفاجأة، يعني ما قالت لهن سيدخل عليكن يوسف، لا، وإنما استخدمت عنصر المفاجأة، أدخلته فجأة عليهن. فهذا كله مكر امرأة العزيز. إذن أرسلت إليهن كأنها دعوة بريئة. الأمر الثاني، أعتدت لهن متكأ، أدخلت يوسف في غرفة لا يستطيع أن يخرج منها إلا من خلالهن، آتت كل واحدة منهن سكينة، أحضرت طعاما يحتاج إلى القطع بالسكين، ثم استخدمت عنصر المفاجأة بإدخال يوسف عليهن صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دخل يوسف عليهن أكبرنه، أي عظمنه. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام كان فيه جمال، طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي شطر الحسن، ولكن فيه هيبة، هيبة النبوة. صحيح لم يكن نبيا في ذلك الوقت، لكنه معصوم، لأن الله تبارك وتعالى يختار أنبياءه ويربيهم تربية خاصة، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فلما رأينه أكبرنه، أي عظمنه، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، هذا ليس ببشر، لأن ما رأينا بمثل هذا الجمال، ما رأينا مثل هذا الجمال. واحد الحين ممكن يقول، أو واحد يقول يعني شلون يعني ما رأينا مثل الجمال، يعني إيش كان جماله؟ أنا أدري ما رأيناه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى يوسف في السماء الثالثة لما عرج به صلوات ربي وسلامه، قال رأيت يوسف فإذا هو أوتي شطر الجمال، اللهم صل وسلم عليه. بس لكم أن تتصوروا أن النساء لما رأينه قلنا ما هذا بشرا، ما رأينا بشرا بهذا الجمال. ثم ماذا؟ قطعنا أيديهن. قد يقول قال: طيب ولماذا يقطعن أيديهن؟ ما ذنب الأيدي؟ لماذا يعذبن أنفسهن؟
لا، ليس الأمر كذلك. قطعنا أيديهن بغير شعور، بغير شعور، بكل ما في الكلمة من معنى. كيف؟ ذكر المفسرون أنهن كن يقطعن اللحمة أو يقطعن الفاكهة أو يقطعن الحلو اللي قدمت لهن، أي شيء كنا يقطعنه، فالأيدي كانت مشتغلة بالسكاكين. فلما دخل يوسف عليهن انبهرنا من جمالهن، قلنا استخدمت عنصر المفاجأة. فلما رأينا انبهرنا، لكن الأيدي كانت تعمل يعني هكذا، والعقل وقف وانبهر برؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، وهن الأيدي تجري هكذا. فقطعنا أيديهن أي بدون قصد، ما قصدنا تقطيع الأيدي، ولكن بلا شعور. وهل يمكن الاعتذار؟ نعم يمكن الاعتذار، أن الإنسان بدون شعور ما يحس بنفسه ولا. طيب والألم أيضا كما يحس بالألم، لأن الألم هي رسالة يرسلها العقل أن في ألم. العقل مشدوه الآن، مو حول هذا، مو حول الألم أبدا. وأنا أذكر حادثة وقعت لي أنا، يعني أنا حضرتها. يعني كان عندنا أحد الإخوة توفي رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لم يتوفى في هذه الحادثة، لكن حصلت لنا هذه ما كنا صغارا، يعني بالتعش على قولتهم، يعني عمري يمكن 14 سنة أو أقل أو أكثر كذي، 15 يعني، هل محاري يعني. فكان أحد الربع، واحد من ربعنا يعني، سقط في حفرة ليست عميقة بس هو سمين، سقط في حفرة ومو قادر يطلع. حفرة يمكن طولها متر، متر ونص يعني، بس مو قادر يطلع من الحفرة. فأذكر حين نبي نطلع، فاللي ماسك من إيده واللي ماسك من إيده الثانية واللي ماسك شت يعني شو اسمه العضد، واللي ماسك من شداشته من ثوبه، المهم بنسحبه نطلعه من الحفرة. وهو ثقيل الله يرحمه، متين زين، وحنا شباب صغار يعني 14 15 سنة، يعني ما فينا ذيك القوة يعني، ونبي نطلع الحين من الحفرة زين. وحنا نسحبه، أنا كنت ماسك إيده من صوب الكتف تي تقريبا زين، واسحبه، وأنا أسحبه إيدي، طرف إيدي هكذا، اليد هذه كانت تحك بالحفرة، طرف الحفرة، وأنا أسحبه. فالمهم سحبنا طلعنا، يوم طلعنا ولا إيدي هذه هنا، اليد هنا، كل الجلد هذا من صلخ، لأن كان يضرب طرف الحفرة، دم حمرة حمرة، كل الجلد طايح تقريبا، وكلها دم صدق، هنا ما في دم سائل لكن دم طالع، دم العروق هني زين. فيوم طلعناه مستانسين وكذا، ولا واحد يقول لي اوه شوف ايدك شوف ايدك، يوم طلعت ولا اقول اح توني احس فيها. طيب وانا اطلعه ما حسيت بالالم، مع انه كان حزه الالم وانا اضرب بالحفره، الالم قوي جدا لكن ما حسيت فيه. ليش؟ لان بالي كان منشغل به وحنا نطلعه. لكن من يوم طلع بس نبهوني، حتى هو نبهيني يمكن ما حسيت، يوم نبهوني حسيت بالألم. فممكن الإنسان أحيانا ما يحس بالألم، ولذلك يعني الإنسان أحيانا يحدث له هذا الأمر. فهذه أو هؤلاء النسوة لم يردن تقطيع الأيدي، لكن انبهرنا برؤية يوسف عليه الصلاة والسلام وجرت السكاكين فقطعت الأيدي. طبعا ليس هذا التقطيع هو الذي بعض الناس يقول هذا الذي في أيدينا هو من تقطيع النسوة، لا، هؤلاء لسنا حواء يعني، كلهم ما أدري كم امرأة يعني نسوتهم في المدينة، ثم هؤلاء من بني إسرائيل حنا عرب يعني، ما لا شغل، أهل الدنيا كلهم فيهم هذه الخطوط التي في اليد، لا ليست هذه، حتى تورث ما تورث هذه الأشياء. على كل حال قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا امرأة العزيز مثل ما يقولون تفرعنت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنتن مرة واحدة رأيتن يوسف قطعتن أيديكن، أنا ماذا أصنع؟ وفي كل يوم أراه، أنا كل يوم أراه.
فذلكن الذي لمتنني في الآن أعلنتها، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بعدين قالت ولئن لم يفعل ما آمره، أي ما تريد منه والعياذ بالله، ليسجننه وليكون من الصاغرين. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربي السجن، هو يسمع الآن يوسف هذا الكلام من امرأة العزيز أمام النساء، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل تدعوني وإنما قال يدعونني، وقال يدعونني لأن الظاهر والله العالم أن جميع النساء لما رأينا يوسف إما إنهن أيضا راودنه عن نفسه أو قلنا له أطع امرأة العزيز وافعل ما تريد. فهنا قال يوسف ربي، وهنا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ربي السجن الذي تهددني به أحب إلي من هذا الذي تدعوني إليه، أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لأن أنا ضعيف وأنت الحافظ سبحانك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه، وهكذا العبد إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق فإن الله ينجيه سبحانه وتعالى، أما يجيب مضطر إذا دعاه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فصرف الله تبارك وتعالى عن يوسف صلوات ربي وسلامه عليه ما أرادت به تلك النسوة. هذه يعني وقفتنا مع هاتين الآيتين، أو مع قول الله تبارك وتعالى فلما سمعت بمكرهن. والآن ننظر إلى الأسئلة أو المشاركات التي جاءتنا من المشاركين حفظهم الله تبارك وتعالى. نعم، يقول السائل كم كان عمر النبي يوسف عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز؟ الله أعلم، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لما بلغ أشده الله أعلم كم كان له من العمر، غير معروف أبدا. وكل من يدعي سنا معينة فكلامه باطل، لكن بلغ أشده أي بلغ مبلغ الرجال، لكن كم كان عمره الله أعلم. ما هو البرهان الذي رآه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قلنا ما في يعني البرهان، قلنا الدرس الماضي البارحة أنه أن الله أوحى إليه أن أهرب منها. هل ماتت امرأة العزيز على الإسلام؟ الله أعلم، ما في شيء يدل على هذا ولا شيء يمنع من هذا، ولكن كلامها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يظهر أنها يعني لعلها أسلمت إن شاء الله تعالى. يقول ماذا حصل لامرأة العزيز بعد علم الملك بمكرها؟ ما ذكر أيضا، لكن ذكر أن يوسف صار هو العزيز لما الملك سمع قصة يوسف عندما يعني فسر له الرؤيا وقال الملك أتوني به، فلما جاءه الرسل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. استدعى الملك النسوة، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فاعترفت. فهنا أمر الملك بإخراج يوسف من السجن، فأخرج يوسف من السجن بعد أن ظهرت براءته للجميع. ثم بعدها عين يوسف عزيزا لمصر، مكان العزيز الذي ظلمه وسجنه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ماذا حصل لها لم يذكر هذا في كتاب الله تبارك، لأن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر كل إنسان ايش صار له وكذا، لكن أعطانا الزبدة الفائدة من هذه القصة. يقول لماذا سجن يوسف وقد كان قميصه قد قد من دبر؟ ذلك يعني أن امرأة العزيز راودت، فلماذا سجن؟ هذا هو حكم القوي على الضعيف. الكبراء يجرمون والضعفاء يسجنون،
ويعاقبون. هذا الذي حدث، أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان بريئا، ولكن سلطة الحكم عند العزيز، وامرأته لعلها كانت أقوى منه، لأن هي كانت تصدر الأحكام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ثم أعادتها مرة ثانية ولكن بصورة مختلفة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، وكان ما أرادت. وفعلا سجن يوسف ظلما صلوات ربي وسلامه، لأن قلنا زوجها العزيز نائب الملك، فعنده سلطات قطعا. نعم. ثم يقول يذكر أن الذئب تكلم مع يوسف، فهل هذا صحيح؟ لا، لم يذكر، لم يثبت شيء من هذا، أن الذئب تكلم مع يوسف عندما، لأنه ما في ذئب أصلا، ما كان في ذئب، هم أخذوا قميص يوسف وألقوه في الجب، ما في ذئب. الذئب هذه كذبة، كذبها إخوة يوسف لما قالوا أكله الذئب، ما في ذئب، حتى يقال إن هل الذئب كلم يوسف، ما في ذئب. كم لبث يوسف في السجن؟ الله أعلم، لكن الله تبارك قال فلبث في السجن بضع سن، والبضع بين 3 و9، لكن كم لبث الله أعلم. وهل لبث في السجن بضع سنين بعد الرؤيا التي رآها اللذان معه في السجن، وهل قبل ذلك كان لبث سنوات؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، لا يعلم كم لبث في السجن، لكن لعلها كلها يعني بضع سنين، اللي هي من 3 إلى 9 سنوات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول ماذا كان مصير امرأة العزيز بعد أن وضع يوسف على خزائن الأرض ورأى إخوته؟ لم يذكر، خلص قصة وانتهت، لم يذكر أنه صار بعد ذلك للعزيز، لأن كان المراد من القصة هو يوسف، القصة كلها مدارها على هذا الشخص صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يذكر ماذا حدث بعد ذلك لامرأة العزيز ولا ما حدث للعزيز. كم كان عمر النبي يوسف عندما رجع لأبيه؟ أيضا لا يعلم، لا يعلم كم كان عمره لما رجع إلى أبيه، لا يعلم. هل يعلم من هو الشاهد الذي كان من أهل المرأة؟ لا، لكن كما قال الله تبارك وتعالى شهد شاهد من أهلها. من هي أم سيدنا يوسف؟ يعني لم يذكر في القرآن الكريم من هي أمه، لكن أبوه معروف وهو النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وجده معروف وهو إسحاق، لكن أمه من غير معروف. لكن كتب بني إسرائيل تقول إن يعقوب عليه السلام تزوج أو خطب ابنة خاله، واسم خاله يقول اسمه لابان، فخطب ابنته واسمها راحيل، خطبها يعقوب من أبيها لخاله، وعندما دخلت عليه أدخل عليه أختها اسمها ليا، فقال ما خطبت هذه وإن خطبت راحيل، قال نحن لا نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أردت الصغرى أيضا فادفع مهرها، فجلس سنوات ثم دفع مهر راحيل فتزوج أختين، وكان هذا جائزا في شريعتهم إن صحت الرواية عن بني إسرائيل أنه تزوج أختين ليا وراحيل. فيقول أم يوسف هي راحيل، أمه وأم أخيه الصغير اللي هو يقول اسمه بنيامين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك، يعني وهو صغير وربته عمته، والله أعلم. ولكن ظاهر الآية عندما قال الله تبارك ورفع أبويه على العرش أن أمه كانت موجودة، إلا إذا قلنا ليست أمه وإنما هي أم إخوته التي هي امرأة أبيه، وسماها أما له لأنها بمنزلة الأم، الله أعلم. كيف كانت وفاة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام؟ موت طبيعي، لم يذكر شيء من هذا، ومات موتة طبيعية صلوة ربي وسلامه عليه. كيف استطاعت امرأة أن تسجن يوسف؟ جرأت على طلبها مرة أخرى حيث قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون، قلنا هي امرأة العزيز زوجها نائب الملك، فمن هذا استطاعت. هل صحيح أن يوسف عليه السلام دعا على نفسه بالسجن؟ لا، ما دعا نفسه بالسجن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، لأن هددت إما أن تفعل ما أريد وإما أن تسجن، قال لا أسجن ولا أفعل ما تريدين، لما صار عنده ما في إلا خياران أبدا، يا إما يختار السجن وإما أن يختار الفاحشة،
قال السجن أحب إلي من الفاحشة. فهو لم يدعو على نفسه بالسجن، وإنما لما خير بين السجن والفاحشة اختار السجن صلوات ربي وسلامه عليه. ما الحكم من قول يعقوب لأبنائه أن يدخلوا من أبواب متفرقة؟ يقول خاف عليهم من الحسد، لأن أيضا إخوة يوسف كان فيهم من الجمال وكانوا كثرة، فخشي عليهم من الحسد فقال ادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يصيبكم حسد من الناس. ما المقصود بمصر في القصة؟ هل هي مصر الحالية؟ نعم، هذا هو المشهور، إنها مصر الحالية هي التي كان فيها يوسف عليه السلام. ما المقصود بقطعنا أيديهن؟ قلنا الجرح، جرحنا أيديهن. ما الحكم من قول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن؟ وهو معصوم، هذا يعلمنا إنسان دائما يلجأ إلى الله حتى لو كان معصوما، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رفع يديه وبالغ في رفعه حتى سقط رداءه، حتى قال له يعقوب أبو بكر رضي الله يكفيك يا رسول الله وإن الله ناصرك. هذا يعلمنا كيف نلجأ إلى الله تبارك وتعالى. يقول ما الحكم من عدم وحي الله عز وجل ليعقوب عندما فقد ابنه يوسف ثم ابنه الآخر الذي جلس مع يوسف؟ ابتلاء، هذا الابتلاء، ابتلي إبراهيم وابتلي إسحاق وابتلي يعقوب وابتلي محمد وابتلي، هذا بلاء الأنبياء. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يقول في قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، من هم القوم الذين لا يؤمنون بالله؟ إما أن يقال ما كان يعيشه في مصر مرات العزيز والعزيز والحاشية الذي حولهم هؤلاء، أو في بلده الذي تركه فلسطين في أناس ما آمنوا بيعقوب عليه الصلاة والسلام ولا آمنوا بإسحاق وظلوا على كفرهم. هذا آخر الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا دائما على الخير. واستفدت كثيرا حقيقة من أسئلتكم ومن أيضا اقتراحاتكم لآيات أخرى نتكلم عنها، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.